شادو فين حاطين هاد لي تخوت اليوم شنيتر. اللي حل الجاج هز وحده ديال بحال زيت معزه. السلام عليكم متابعي قناة تراك ستوري، نتمنى تكونوا في احسن حال. واو je peux pas passer comme ça, c'est pas possible. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال وفي صحة جيدة. واحد القضية لاحظتها من نهار ونهار حليت لاشين تاع تروك ستوري، لي كومونتير اللي كيجيوني من الناس اللي كيجيو عندي في انستغرام كيهضروا معايا، كنهضر على الشباب بعدا، كل شي باغي يخوي، ما كاينش شي واحد اللي باغي يقعد، راه يتحلوا البيبان ما يبقى يدور تما حتى شي واحد. اللي كيصيفط لي في انستغرام السلام عليكم خي محمد، نتمنى تكون بخير، لاباس عليك، شي بخير اخويا، كذا راني داير نجي ومعول نجي، راني معول نجي وغادي كذا وغادي كي ندير لهاد الشيء. راهي واحد الفكره بسيطه، نصايح. المهم شو الانسان باش يهاجر، انا متفق، غير كاينه واحد القضيه، دابا كاين شي واحد كيكون باغي يهاجر ياك، وكيكون كيكون في البلاد ما باغي يدير حتى شي حاجه، باغي جالس كيقلب على الكونترات وهذا، وكيوصي فلان وفلان، كيقول فلان راه قال لي في شهر 7 غادي نمشي، فلان راه قال لي في شهر 12 راك تصاوب تخرج لك الكونترا، راني دافع وراه تقدر تخرج لك، فلان راه قال لي كذا، وكيبقى جالس كيتسنى شهر 12. كيوصل شهر 12 ما كيمشيش، كيقول له واحد اخر، كيتلاقى بواحد اخر ولا هو هذاك، كيقول له عاوتاني راه شهر 3 الدفعه الثانيه ولا شي، المهم شي موتيف، المهم شي سبه كيخرج له ولا كيكون داك الشيء بصح. شهر 3 كيوصل ما كيدفعش، كيقول راه تريفز داك الشيء، كيتبعو ثاني واحد اخر، كيبقى هكا كيتبعو ثاني واحد اخر على حسب الحريق، كيبقى يدور هكا كيدور. والناس خدامه شغلها في المغرب، اللي كاين اللي صافي قطع الياس في المغرب وراه خدام تما وقاضي الغراض وتزوج ولا هذا ولا دار وليداته ولا المهم دار شي مشروع، وهذاك كيبقى قاعد 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 كيجي يضرب الفلك في راسو، كيلقى راسو عنده 38 عام مازال ما دار حتى حاجه، مازال ما دار والو، مازال كما كان ملي كان عنده 25 وكان كيجري على هادشي، ولا 30 ولا شحال ما كان عنده قبل. دراري اللي بغى يجي ماشي مشكل يجي، غير هو حط البروجي ديال الهجره هكا اون دوزيام بوزيسيون، خدم انت دير خدم ولا كمل قرايتك، المهم داكشي اللي كدير بحال ما عمرك غادي تهاجر في المغرب، خدم انت خدام ولا كدير شي حاجه، شي تجاره ولا كتستخدم سالاري ولا شي حاجه، ودير هذاك المخطط عاوتاني، المخطط الاخضر ديال الحريق ولا ديال الهجره بقانون ولا بغير قانون، ولا المهم دبر راسك. واخا هو الحريق ما كنوصيش به بزاف، ما كنفضلوش الحريق، شويه صعيب. دونك غادي تخدم خدمتك في المغرب، دير بحال ما عمرك غتجي خدام، المهم كتقاتل هذا، ودير هذاك المخطط الثاني ديال الهجره، حاطه اون دوزيام بوزيسيون، قبضت شي حاجه تسمح. دونك غادي يشوف ديك الساعات، الا كان داكشي اللي في المغرب ما عيان يهز شطايطو يبات ما يصبح، ولا كان داكشي اللي في المغرب مزيان، ولا ديك الساعات هو يدير لا كومباريزون، يدير المقارنه. هذا هو البلان الدراري. النهار الاول فاش بغيت ندير لاشين يوتيوب، فيها دي فلوغ، فوالا هاد المره غادي نزورو هاد المدينه، هاد المره شارجيت في هاد البلاصه، هاد المره شارجيت هاد الشارجمون في شكل، هاد المره شارجيت في الفريغو، هاد المره شارجيت في الباش، هاد المره مشيت لباري سونتر فيل، هاد المره المهم هذا هو الهدف من لاشين. دونك الدراري اللي بغا شي سؤال على 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 على, على, على الخدمه ديال الكاميون كذا، كيفاش كتعمر الديسك، كيفاش هاد البوطونه ديالاش، هاد المهم كاينين ديشين الدراري تبارك الله راهم ما شاء الله عليهم، كاين محمد ميد كاميون فرونس، كاين مول كاميون اسبانيا، هادو بعدا في يقول لك شنو بلا ما يقول لك، تمشي تدخل لاشين ديالو تلقاه ديجا هادر على شي حاجه، ديجا تلقاه داوي على شي داكشي اللي كتقلب عليه، ما يمكنش ميد كاميون فرونس هضر على كل شيء الصراحه. دونك اللي بغى يتابونا، اللي بغى يعرف شي حاجه ولا يمشي لاشين ديالو يلقى داكشي اللي بغى 100%، لحقاش انا شفت لاشين ديالو فيها كلشي.
مول الكاميون اسباني تا هو تبارك الله عليه، يلاه بدا غادي مخير، لاشين ديالو غادي مزيان لحقاش دري نقي وتبارك الله انسان مشهور. انا الصراحه هاد الخدمه هذه اللي هاد لاشين اللي درت ما بغيتش ناخذ المسؤوليه نتاع نتاع هذاك الشيء ديال المبتدئين، توري توري هذه وتوري هذه، حقاش كنشوف راسي غير مؤهل. انا براسي ما عنديش شي كارير اللي كبيره زعما، عندي شي 30 عام ديال التجربه ولا يلا كاع بدينا. كاين شي حوايج ما كنعرفهمش، راه كاين شي حوايج هنا ما كنعرفهمش. هذا الكرونو تاكيغراف ما عمرني دخلت للمنيو ديالو من داخل ونشوف كذا. واحد المره باش نبدل الساعه تحنسرت، جلست تما شحال بعد باش وصلت للساعه. دونك ماشي عيب الانسان ما يعرفش شي حاجه، العيب هو اللي كيكون ما كيعرفش وكيقول لك كنعرف وكيخصو يوريك باي طريقه ويوريك الغلط. انا ما المهم، واللي جا سولني شي حاجه ولا حتى اللي جا سولني بحال هكا ولا، راه كنجي كنقول كنمشي كنبحث على المعلومه، ولا كنت عارف كنقول له. دونك هذا هو الدراري. عندي واحد لا ليفريزون خصني نعيط لمولاها، نعيط لهم مجموعين كاع. شحال؟ الو. Oui, bonjour, monsieur Fernando. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai une petite connerie à vous livrer, enfin une petite livraison. Oui. Ouais, de Clestra. Vous êtes arrivé ou... Non, non, je suis là à 10h20, exactement. 10h20, oui, dans un quart d'heure. Bah, j'avais très bien fait de m'appeler. Ouais. Donc, prenez ce numéro en compte, c'est le 31. Parce que vous êtes en SMI, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais, donc si vous descendez au 17, après pour venir au 31, parce que c'est un comble ça. Ouais. Et il faut faire tout le tour, c'est un peu chiant. Donc, on vous présente devant le numéro 31. D'accord, ça marche. Au 31, et moi j'arrive dans 5-10 minutes max, je suis là-bas. Ah bah, vous serez avant moi alors, ça marche, ok. Très bien. Merci, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. هذا سيلفا شديتيني عام بالهضرة صاحبي. الطريق هذه في شكار، الطريق هذه عاوتاني هذه. تاك 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 تاك. شكون ندير دمي تور انايا كي بان لي. بان لي الدعوة محنسرة هنايا. ايوا الدار، ايوا الدار، ايوا زيد. ما عرفتش لهاد الطريق هادي كي دايرة ولا ما عرفتش. واقيلا غادي ندير دمي تور انايا هنايا ونرجع في حالي. بنت لي الطريق من هنايا شوية معوطة. جماعة خيموح ديزولي حدادة. طبعا اللي تحن سير اخويا هذاك الفراجة تما. دابا دي فوا كتكون شارية بحال هكا، يقدر يكون شارية دي فوا كيكون شي شارية ضيق مبلاصين من هنا ومن هنا، وخصك تمشي لفوق وتجمع كلشي الدور. دونك فاش كتوصل لفوق التالي نتاع الرموكة كيكون حدا شي طوموبيل لاصق غير قد هكا، انت كتجمع كلشي تجي خارج، هو داك التالي كيدير طاك كيضرب هذيك الطوموبيل ولا كيجرها يشدها من شباشك ويجي جارها. بحال واحد الفيديو راه كاين في يوتيوب. سر شي حاجه ديما خصك تاخذ الاسباس. داكشي علاش شحال مره كتكون في شي دوره ولا كنجي في الوسط هنايا كنتسوق حتى لشي واحد اصلا فاهمين هنا في باري. ما يسون با شوكي في باري، ما دير شي حاجه بحال هكا ما كيتصدموش. تمشي شي بتي فيلاج ولا هكا في البروفانس ودير شي حاجه كيقول لكم مالك كاسكي علاش واقف في الوسط. انا في باريس بلاصي في الطروطوار، بلاصي في الطريق، دير غير السينيالات بربعة المهم، وخلي لهم شويه منين يدوزو. وخوي تما حتى والخوت الله في راسكم. السلام عليكم، حتى ان شاء الله هنا نهضروا ان شاء الله في شي موضوع واحد اخر. واحد الفلوغ راني كان مونطي فيه، كنت شارجيت الماء
بحال داكشي ديال سيدي علي وسيدي سيدي حرازام وداكشي. انا يلا كان مونطي فيه، مازال شويه فيه شويه ديال الفرع الراس. واحد الفيديو راني مسحته ديال كيف يتم تزويد السوبر ماركت بالمواد الغذائيه، لحقاش كان فيه الكوبي رايت ونزلوا علينا بالكوبي رايت وضربت فيه تماره وهذا. دونك تيليشارجيته وحطيته في التليفون، مسحته من يوتيوب، غادي نولي ريباري وغادي نولي نحطه، ما بغيتش نحيدهم في مره. التمارين اللي ضربت عليه غادي نولي نقادهم مزيان ونحطها تما. دونك تهلاو الخوت، السلام عليكم. هادي باغي 13 يعني الدائرة 13. كنت باغي نجي من حدا لا توغ ايفال نوريكم لا توغ ايفال وداك الشيء. الساعة الزحام شت تما، بان لي الزحامات دايراك. وليت قلت سال المرة خلاص خلاص باريرا ديما كنجي لها شي مرة، ولا نجي ندوزو من ديك الطريق من تما. قبل واحد المرة خويت الكاميون تحت لا تور ايفل، من تحت لا تور ايفل تحتها، بصح ما كانش عندي لاشين يوتيوب هذيك الساعات. المهم الله يعاونكم الدراري، تهلاو في راسكم، بالسلامة حتى الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.